نروح لآخر أخبارنا النهاردة وهي عن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، واللي أكدت تقارير فرنسية عن اقتراب رحيله عن البي اس جي خلال الصيف الحالي، وإن دي رغبة اللاعب. صحيفة لوكيب الفرنسية قالت إن نيمار أخبر باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل خلال الميركاتو الحالي، وإن اللاعب عايز يرجع مرة تانية يلعب في برشلونة. كمان كان في تقارير فرنسية اتكلمت عن رغبة اللاعب في اللعب في الدوري الإنجليزي والرحيل عن بي اس جي. طبعا نيمار لسه راجع يشارك مع باريس من جديد في المباريات الودية بعد إصابة طويلة كان تعرض ليها اللاعب لمدة ستة أشهر، ورغبة نيمار في الرحيل عن باريس بسبب توتر العلاقة بينه وبين الجمهور والإدارة. طبعا الناحية التانية والد نيمار نفى كل الكلام ده، وقال ردا على سؤال اتسأل ليه طبعا اتسأل ليه عن طلب نيمار بالرحيل عن باريس، قال انه ما قدرش او ما يقدرش ان هو يأكد خبر لما يحدث. رد كمان وقال انه نيمار عايز يرجع او عن فكرة ان نيمار عايز يرجع يلعب لبرشلونة، وقال ان الخبر ده خبر كاذب. طبعا والد نيمار حسم الموضوع يمكن بدري، ما سابش فرصه للقصه انها تكبر اكتر من كده، ويمكن القصه لسه فيها كلام كتير ولسه فيها تفاصيل كتيره. والد نيمار ان هو يرحل عن بي اس جي بعد توتر العلاقه مع الفريق. طبعا لو وصل ليه عرض اسباني او عرض انجليزي كويس وارد جدا ان هو يرحل عن الفريق، ووارد برضه ان هو يفضل في البي اس جي خاصه في ظل رحيل امبابي المحتمل. يمكن نيمار لعب مع باريس سان جيرمان، خلينا نقول لكم ان نيمار لعب مع باريس سان جيرمان 173 مباراة، سجل فيهم 118 هدف وصنع 77 هدف. كمان نيمار فاز مع البي اس جي ب 12 لقب، لكن كلها ألقاب محلية، وفشل طبعا ان هو يحقق دوري الأبطال مع الفريق الفرنسي.